مستمرين معاكم كل مشاهدينا بتوع قناه الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا في البدايه معانا كابتن حسام البدري المدير الفني. تحياتي طبعا في البدايه كابتن فاروق، كابتن اسامه، كابتن ربيع ياسين للكابتن. تحياتي طبعا ليهم، وفي البدايه اكيد بنعي شهداء الوطن وربنا يتغمدوا برحمتهم ان شاء الله. مباراه مهمه يا كابتن حسام، عندنا ضغط مباريات كبير زي ما حضرتك اتكلمت في المؤتمر، لكن الحاجه المميزه حاجه بتدفع باللعيبه وقت الجاهزيه المميزه زي الشناوي وزي بكماني، ودي حاجه بتساعد اللاعب وبتساعد كمان الفريق بشكل عام. رؤيتك للعيبه الجاهزه اللي بتنزل وبتادي اداء رائع الفتره اللي فاتت كابتن حسام؟ هو طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهارده وثلاث نقاط مهمين، وزي ما انت بتقول في ظل ضغط مباريات، يمكن انا وضحت كده في المؤتمر، لكن طبعا التعامل مع المباريات بيبقى على اساس اولا تحقيق الفوز، وكلنا بنسعى لكده، وطبعا كلها طبعا عوامل يعني التوفيق وعدم التوفيق، لكن الحمد لله بيبقى تفكيرنا في الفوز كجهاز وكلاعبين، وفي نفس الوقت بنحاول يبقى في روتيشن شويه، لكن مش على مصلحه الفريق، يعني عشان ما تبقاش مجرد ان انا بعمل روتيشن وبس. ودليل على كده النهارده انا عندي مثلا النهارده، يعني كنت بتمنى النهارده ان سير المباراه ما كنتش اشارك اجاي، لكن سير المباراه خلاني، المباراه كانت متعلقه لفتره طويله جدا، كنت لازم اعمل تغيير يزود الضغط الهجومي بتاع شويه، بالرغم ان كان في ضغط هجومي لكن ما كانش ايجابي بشكل، كنا بنفقد كور كتير جدا بالقرب من البوكس او من المنطقه 18 الداخليه وداخل ال 18 بتاع الداخليه، فكان لازم اعمل تغييرات. وفي نفس الوقت كان نفسي ادي فرص لناس تانية، لكن اصابه عاشور برضو او شعوره ان في الخبطه اللي اتخبطها ممكن تاثر عليه طبعا غيرت شويه تفكيري في التغييرات، والتغييرات كلها مرتبطه بالمباراه، فاكيد طبعا بنفكر، وفي كم كبير جدا من اللاعبين، يعني انا تملي قلت ان بقول ان حتى البدلاء في بدائل تانية موجودة وفي منافسة موجودة، لكن كلها ليها معايير برضو، المعايير دي التدريبات اليومية واللي بياخد فرصة بيحافظ عليها ازاي وبيأدي ازاي، فكلها معايير ماشيين بيها واللعيبة فاهمها بشكل كويس وبوعي الحمد لله. مباراة المصري أكيد مباراة مهمة كافة المباريات، كابتن حسام مستعد ليها ازاي؟ هل هيبقى في معسكر يوم زي ما احنا متعودين ولا ممكن المعسكر يطول شوية يومين يا كابتن حسام؟ احنا كل مباراة بنركز فيها، مباراة المصري مباراة مهمة جدا، لكن كل المباريات على نفس درجة التركيز والتحضير، بنفكر بنفس المستوى وبنفس الفكر لكل المباريات، لكن اكيد مباراه المصري مباراه مهمه زي كل مباراه ان شاء الله. من بكره بنستكمل طبعا التحضير لمباراه المصري، سواء بعمل طبعا استشفاء للناس اللي شاركت النهارده او الناس اللي ما شاركتش النهارده او اللي كانت موجوده على دكه البدلاء وما شاركتش يعني، وان شاء الله بنحضر نفسنا ان شاء الله ونبقى متواجدين ان شاء الله ونتمرن في اسكندريه قبل مباراه المصري تدريب هناك ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. مباراه مهمه، بنبارك من جديد للنادي الاهلي، وكده يمكن نكون انتهت لقاءاتنا هنا. بنتهي كابتن اللقاء كابتن حسام البدري.